عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وأخيرا أعزائي الكرام، يعني الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المعروف بالكاف يتحرك رسميا في قضية الاتحادية الجيبوتية لكرة القدم التي تريد نقل مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب جيبوتي إلى الأراضي المغربية، بعدما أن ترسمت لنا وجهة هذه المباراة واللي كانت مقررة أنها ستلعب في الأراضي المصرية. راح نشارك معكم ماذا جاء في هذا الحوار وهذا البيان الرسمي من الكاف إلى الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، وأيضا راح نشارك معكم بعض المواضيع المختلفة في هذا الفيديو. إذا هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة ودفع زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. طبعا أعزائي الكرام، في الفترة الأخيرة أنا قاعدين نسمع يعني حاجات غريبة صراحة. الاتحاد البوركينابي لكرة القدم يعني يدفع أرضية ملعب مصطفى تشاكر إلى الفيفا وتقول لهم باللي ما باغيش نلعبوا في هذه الأرضية، باغي نستقبلوا المنتخب الوطني الجزائري في بلد آخر. أما بالنسبة للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم يريد نقل مباراة المنتخب الوطني الجزائري إلى الأراضي المغربية عكس ما أكدته لنا السلطات والفيفا باللي أنها راح تلعب في الأراضي المصرية في ملعب الدفاع الجوي. يعني هذا الشيء ما جاش بالصدفة أعزائي الكرام، يعني ما تدخليش للراس بلي أن كل هذه الأمور راهي تحدث بالصدفة. يعني كل منتخب حاليا يعني يواجه وينافس المنتخب الوطني الجزائري ويحاول الضغط عليه من أجل عدم صعوده إلى مونديال قطر سنة 2022 بأريحية، راح تواجه العديد من المشاكل. احنا ما راناش رافضين هذه المشاكل، ولكن يعني فضحوها والله غير فضحوها. المنتخب البوركينابي والاتحاد البوركينابي يدفع المنتخب الجزائري للفيفا رغم انه ملعب مصطفى تشاكر يعني فيه جميع المعايير الدوليه لكره القدم وقابله به الفيفا والكاف. وايضا عندنا الاتحاد الجيبوتي، راكم تشوفوا اعزائي الكرام كل مره يعني يخرج لنا بتصريح وكل مره يعني يتشاجر مع الحكومه الجيبوتيه من اجل نقل هذه المباراه وبرمجتها في الاراضي المغربيه عكس المصريه. ولكن انا بالنسبه لي والله اعزائي الكرام حسب وجهه نظري، منتخب بوركينا فاسو تجي عليه، منتخب بوركينا فاسو تجي عليه يقول باللي انه ارضيه ملعب مصطفى تشاكير كارثيه وباغيين يعني نقلوها الى ملعب اخر، لانه من حقه كمنتخب، من حقه ومدى به، يعني منطقيا مدى به ومن حقه. انا بالنسبه لي من حقه ومدى به، لانه مباراة مصيرية، يعني الفائز سيصعد إلى مونديال قطر سنة 2022. ولكن بالنسبة لجيبوتي، جيبوتي أعزائي الكرام عندها صفر نقطة في مجموعة المنتخب الوطني الجزائري وتطالب بهذه الطلبات. أنا بالنسبة لي ما تدخليش للراس، يعني كاين أيادي خفية يعني تحاول عرقلة صعود المنتخب الوطني الجزائري إلى مونديال قطر سنة 2022. فأنتم قولوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات قبل أن أمر إلى تقرير الكاف، واش شفتوا هذه مؤامرة ضد المنتخب الوطني الجزائري؟ يعني ما تقولوليش وليد راك تفضح بينا ولا وليد راك تبالغ في هذه الأمور، لانه صراحه اعزائي الكرام انا نحس باللي انه هذه مؤامره. يعني مش كل حاجه تاتي بصدفه، مش كل حاجه تاتي صدفه، يعني كل حاجه راهي متقونه. يعني واش راح تستفاد الاتحاديه الجيبوتيه لكره القدم اذا راح يلعبوا في المغرب او راح يلعبوا في الجزائر او راح يلعبوا في بلد اخر؟ يعني راك خاسر خاسر، يعني راك غير تحرط. هذا هو رأي الشخص اعزائي الكرام. اما بالنسبه لتقرير الكاف والتحذير من الكاف الذي يعني وصل الى الاتحاديه الجيبوتيه لكره القدم، صرحوا قائلين وحسب مصادر موثوقه اكدت لنا انه وجه الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف خطابا شديد اللهجه للاتحاد الجيبوتي لكره القدم بسبب طلبه المتكرر لنقل مباراه محاربي الصحراء من مصر الى ملعب مراكش بالمغرب. وطلبت الكاف من الاتحاد الجيبوتي لكره القدم التوقف عن ارسال طلبات في الفتره وهذه الوجيزه الاخيره لبرمجه مواجهه الخضر ونقلها من مصر الى المغرب. واضاف الكاف في طلبه لأن المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022 لا يمكن برمجتها يوم الثلاثاء، وستلعب وذلك بشكل رسمي بمصر. رسميا الكاف رفضت طلب أعزائي الكرام منتخب جيبوتي والاتحاد الجيبوتي لكرة القدم. لكن كي نقول لكم جيبوتي، يعني عندنا يعني انقسامين، لأنه الحكومة الجيبوتية وافقت به اللعب في الأراضي المصرية، والحكومة السلطة الجزائرية هي أيضا تشاورت مع الحكومة الجيبوتية به اللعب في مصر بحكم أن العلاقة بيننا وبين المغرب انتهت. أما بالنسبة لي يعني الاتحادية الجيبوتية لكرة القدم هي اللي راها تضغط وراها تفعل كل هذه الأشياء وراها تطالب في الفيفا وكل مرة تبعث يعني مقالات وأيضا تبعث رسائل للفيفا من أجل نقل هذه المباراة، رغم أنه المباراة كانت مبرمجة في الأراضي المصرية. ولكن عجبني رد الكاف بعدم قبول هذه يعني الطلبات من الاتحادية الجيبوتية لكرة القدم وقابل قالتهم بالرفض. وانا كما قلت لكم ما تدخليش لراسي، يعني بهذا المنتخب الجيبوتي لكره القدم راه باغي ينقل لنا هذه المباراه الى المغرب، هو ما راح يستفاد ولا شيء. ولكن هنالك بعض العوامل اعزائي الكرام يعني تريد
كما قلنا زعزعت استقرار المنتخب الوطني الجزائري وعدم تأهيله لمونديال قطر سنة 2022. يعني إذا راح يلعبوا في البلد والمكان اللي راهم باغين هم، يعني مش هم اللي راح يستفادوا بل راح تستفاد عناصر أخرى، والفهم يفهم أعزائي الكرام. بينما أيضا أعزائي الكرام في نفس السياق، يعني الوزارة يعني الرياضية في جيبوتي فتحت تحقيقا وذلك بشكل رسمي كما تشاهدون، هذا هو البيان الرسمي، يعني بشأن العديد من الخروقات التي وقع فيها الاتحاد المحلي ومسؤوليه، يعني كامل راح يديروا لهم عقوبات وكامل راح يحققوا معاهم. اما بالنسبه لخبر اخر اعزائي الكرام، نستقبل تصريحات احد المحاميين الرياضيين المختصين بالقانون الرياضي الملقب بطارق العليمي التونسي، اكد قائلا بان الاتحاد الجزائري والفاف يعني يمكنه ان يعترض شكليا على الملعب الذي سيختاره اتحاد جيبوتي لكره القدم لخوض مباراه الجوله الخامسه دفاعا عن مصالحه الرياضية. يعني لو كان حتى يديروها في المغرب، ولو كان حتى يعني الاتحاد يعني الجيبوتي لكرة القدم يقنع يعني الفيفا والكاف ويغيروها إلى المغرب، قادر المنتخب الوطني الجزائري والاتحاد الجزائري لكرة القدم يرفض هذه يعني المباراة، أنها ستلعب في هذا المكان بالضبط وفي هذه البلاد بالضبط، أي المغرب، لأنه المنتخب الجزائري عنده أيضا حقوقه، يعني إذا راح يوافق أو يرفض. ولكن الشيء اللي استفزني هو انه يعني الحكومه وافقت من الاساس باه نلعبوا في مصر، ولكن جيبوتي والاتحاديه الجيبوتيه لكره القدم يعني هي اللي رفضت واللي راح تعمل لنا كل هذا التشويش. فانتم قولوا لنا في صندوق التعليقات حسب رايكم الشخصي، واش شفتوا هذه كلها راهي تحدث بالصدفه ام كل شيء مخطط له من اجل عدم صعود المنتخب الوطني الجزائري الى مونديال قطر سنه 2022؟ والكوتش جمال بدر الزاهي الكرام صرحها في العديد من المرات، يعني راهم يعني الكل ضد المنتخب الوطني الجزائري في الوقت الحالي، وصراحة كاينة مؤامرة ليست مفضوحة ولكن يعني تعمل بسرية، ولكن في هذه المرة الأخيرة كل شيء انفضح، لأنه منتخب بوركينا فاسو والاتحاد البوركينابي كما قلنا في بداية الفيديو يريدون نقل هذه المباراة إلى ملعب آخر في بلد آخر، يعني بعاد عن الجمهور الخاص بنا. وصراحة أنا بالنسبة لي يعني هذا شيء أراه أكثر منطقيا من طلب جيبوتي اعزائي الكرام والاتحاد الجيبوتي لكرة القدم باه تنقل المباراة الى ملعب اخر. انا هذا هو رايي الشخصي حول هذا الموضوع، وكما قلنا دائما وابدا هنالك ايادي تحاول زعزعة استقرار المنتخب الوطني الجزائري. واذا تسالوني علاش منتخب يعني جيبوتي راه باغي وراه يصر ان يلعب في الاراضي يعني المغربية، نشرح لكم كل شيء. وحسب موقع رسمي اعزائي الكرام نشرته الاتحادية الجيبوتية لكرة القدم في موقعها وصفحتها الرسمية للاتحادية الجيبوتية لكرة القدم، يعني في صفحتها الرسميه، ما نجيب لكم مصادر اعزائي الكرام يعني مغلوطه او يعني فقط متداوله، من الصفحه الرسميه وها هو الدليل امامكم، دخلوا لهذا الموقع اعزائي الكرام. يعني رئيس الاتحاديه الجيبوتيه لكره القدم يعني قال باللي انه سيسعدنا اللعب في الاراضي المغربيه بحكم ان الجامعه المغربيه راهي دافعه جميع يعني تكاليف السفر لهؤلاء اللاعبين، وايضا حتى جميع تكاليف الفندق اللي راح يبقى فيه منتخب جيبوتي اذا راح يستقبلونا في الاراضي المغربيه. وكما قلت لكم هذه الاشياء لم تاتي من وحي الخيال او من الصدفه من الاساس. على العموم ننتقل الان الى الخبر الموالي عن احد المدربين يعني لمنتخب انغولا الذي استفز المنتخب الوطني الجزائري بتصريحاته الغريبه، نوعا ما انا شفتها غريبه صراحه اعزائي الكرام، لانه هذا المدرب اعزائي الكرام البرتغالي بيدرو يعني صرح قائلا بلي انه مصر بقدوم يعني كيروش المدرب الجديد اصبحت افضل من المنتخب الوطني الجزائري، وصرح قائلا اعزائي الكرام في قنوات مصريه منتخب الجزائر لديه العديد من النجوم الكبار، لكن حاليا ارى منتخبات كل من مصر والسنغال والمغرب الاقوى في افريقيا. لحظة أعزائي الكرام، أوري لكم يعني مرتبة أنغولا أعزائي الكرام في ترتيب الفيفا يعني للمنتخبات، يعني في المرتبة 129، 129 في ترتيب الفيفا يتكلم عن المنتخب الوطني الجزائري الذي حاليا هو في المرتبة 30 إفريقيا، من أبرز المنتخبات أعزائي الكرام ومن أفضل المنتخبات في العالم، واللي راه عنده 21 مباراة بدون هزيمة، ورانا نفوزوا داخل الأراضي تاعنا وخارج ملعبنا، وراه يقول بلي أنه المنتخب الوطني الجزائري يعني لا يعتبر من هذه القائمة وبهذه المنتخبات اللي قارنا بهم. صراحة أنا أقول بلي أن المنتخب الوطني الجزائري ليس أفضل من يعني مصر والسنغال والمغرب. السنغال فزنا عليها ذهابا وإيابا في كأس أمم إفريقيا وهذه ما شفتهاش، بينما أيضا مصر أعزائي الكرام حاليا نحن أفضل منها في ترتيب الفيفا وحتى من ناحية سلسلة اللاهزائم. أما بالنسبة للمغرب هي أيضا أعزائي الكرام نحن أفضل منها بطبيعة الحال من ناحية سلسلة اللاهزائم وبتتويجنا بكأس أمم إفريقيا. ما رانيش نقلل احترامي من هذه المنتخبات اللي ذكرتها، ولكن المنتخب الوطني الجزائري أصبح عقدة للجميع
للجميع، أصبح عقدة للجميع، وكل المدربين حاليا يكرهون المنتخب الوطني الجزائري، يعني أصبحت عقدة. كوتش جمال ماضي مغلطش كي قال باللي أنه الجميع راه ضد المنتخب الوطني الجزائري، يحلمون ليلا ونهار بأن يفوزوا ضد المنتخب الوطني الجزائري وإيقاف سلسلة المنتخب الوطني الجزائري. ولكن إذا راكم تحلموا بهذه الأمور، يعني غير زدكم كملوا رقدكم يعني، وحلموا وقتاش راح يفوز منتخبكم او اي منتخب اخر على المنتخب الوطني الجزائري ويوقفوا سلسله الهزائم. نحن نطمح اعزائي الكرام ان شاء الله وباذن الله سبحانه وتعالى بتحطيم الرقم القياسي العالمي، ان شاء الله قادرين نحققه بطبيعه الحال مع الكوتش جمال بالماضي. كان هذا فيديو اليوم، وكان هذا رد اعزائي الكرام على مدرب انغولا الذي استفزني انا شخصيا بهذه التصريحات. يعني جميع في العالم يقول لي ان المنتخب الوطني الجزائري اصبح من افضل المنتخبات العالميه، ويعني صراحه حسب رايي الشخصي المنتخب الوطني الجزائري يعني اختم المنتخبات هنا واختم المباريات نتاعو في قارة افريقيا، واصبح ينافس يعني القارة اللاتينية، مثل يعني زي الكرام عندنا منتخب المكسيك، منتخب كولومبيا فزنا عليهم بطبيعة الحال، وما زال البعض يقول بلي ان المنتخب الوطني الجزائري ليس افضل من المنتخبات الاخرى. صراحة هذا اعتبره جنون، وماذا بينا مباراة ودية مع هذا المنتخب يعني نقتلوهم في الشوط الاول ب 20-0 ان شاء الله، لما لا. كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.